أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تتعرف على الاسم المقصور والمنقوص ممدود، أيضا قراءة الدرس قراءة صحيحة فاهمة. الاسم عزيزي الطالب هو دلالة المعنى باللفظ، وهي دلالة موجودة باللفظ نفسه، لا تتعلق بزمن معين من أزمنة اللغة العربية سواء كان ماض أو أمر أو مضارع. ومنه مدرسة وطبيب. ينقسم الاسم إلى أقسام معتبرة بحالات مثل التذكير والتأنيث والجنس والعلم من حيث الإفراد والتثنية والجمع. وأنواع الاسم هي اسم صحيح، منقوص، مقصور، ممدود. الاسم المقصور عزيز الطالب هو كل اسم معرب جاء آخر حرف فيه ألف وتكون لازمة وما قبلها مفتوح، وتكتب إما على شكل ألف ممدودة أو ياء غير منفوطة مثل ندى، منى، سما، مصطفى، لبنى، نهى ورنا. إعراب الاسم المقصور: لا يوجد للاسم المقصور عزيز الطالب إعراب محدد وموحد في كل من حالاته، بل يختلف إعرابه حسب موقع الاسم في الجملة. يعرب بالعلامات المقدرة، أي يكون مرفوع بالضمة لكنها ضمة مقدرة، وكذلك النصب بالفتحة المقدرة والجر بالكسرة المقدرة، أي تقدر الحركات على آخر الاسم المقصور بالتعبير، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. من أمثلة على الاسم المقصور: جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعبر. رأيت الفتى، الفتى هنا جاءت مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعبر. مررت بالفتى، الفتى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعبر. أما الاسم المنقوص عزيز الطالب هو كل اسم معرب آخره ياء ساكنة ولازمة وغير مشددة وما قبلها مكسور مثل القاضي، الرامي، الساعي، المحامي. وقد سمي منقوص لأن الياء في آخره تنقص عند التذكير ويتم تنوين الحرف الآخر بالكسر. إعراب الاسم المنقوص: كما قلنا سابقا إن الاسم المنقوص معربا، ولكنه قد يأخذ علامات الإعراب الأصلية الظاهرة أو يأخذ علامة الإعراب المقدرة، أي أن الاسم المنقوص يرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة الظاهرة ويجر بالكسرة المقدرة. مثال على ذلك: حكم القاضي بالعدل، القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منعم ظهورها الثقل. جاء المحامي إلى المحكمة، المحامي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على المقدرة منعم من ظهورها الثقل. إن الساعي إلى الخير كفاعله، الساعي هنا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ملحوظ عزيز الطالب: يجب التمييز بين الياء الأصلية وياء التملك مثل رأيت القاضي، اسم منقوص هذا قلمية التملك. يأتي الاسم المنقوص في بعض الأحيان جمعا أو متصلا بضمير مثل قاضون، محاميهم. تحذف الياء المنقوصة ويعوض مكانها بتنوين كسر إذا كان الاسم نكرة أي خاليا من التعريف مثل القاضي وقاض. عزيز الطالب، في هذا الأسبوع أيضا هناك قصيدة في مدح سيف الدولة للشاعر المتنبي. نظم المتنبي هذه القصيدة يمدح سيف الدولة ويذكر الواقعة التي حدثت في جمادى الأولى سنة 39 و300 للهجرة بين جيش المسلمين بقيادة سيف الدولة الحمداني وجيش الروم تحت امرأة دمشق. الشاعر عزيز الطالب المتنبي هو شاعر عربي مشهور، ولد في الكوفة بالعراق، يعتبره كثيرون من أعظم شعراء اللغة العربية على الإطلاق. بدأ كتابة الشعر عندما كان في التاسعة من عمره، وتناول موضوعات مثل الشجاعة وفلسفة الحياة ووصف المعارك. تأثر أسلوبه بالنمط الكلاسيكي والبلاغة المتألقة، وتقدير أشعاره لدى القراء العرب يشبه تقديس الغرب لأعمال شكسبير. تناولت حياته وأعماله دراسات متنوعة، لكن قليل من الاهتمام أولي لجانبه الإنساني. وامتاز المتنبي بذكائه وذاكرته، وتجول المتنبي في دول مختلفة خلال حياته مثل سوريا، مصر، وإيران، ولقي حتفه بسبب أشعاره الهجائية، تحديداً قصيدة هجاء لأحد الرجال، وهي ما أدت إلى شجار بينهما انتهى بموت المتنبي. تغنى أشعاره اليوم في عدة أغاني مثل مسافراً أبداً من قبل عبير نعمة، والخيل والليل والبيداء تعرفني من قبل سعاد ماسة. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم.